اسمي فايز الشربجي، عمري 12 وبتدرب بنادي المحافظة أو لعبة الجمباز. حببني فيها مدربي وحبيت أنه الرياضة هي حلوة وفيها قوة، وحبيت الأجهزة فيها. مبسوط ويعني مبسوط لأني جبت أول، رفعت اسم بلدي ورفعت اسم مدربي. أنا بشكر رفقاتي كريم ماردين وجود شحادة وحيدر سعيد، وبشكر مدربي هو إله الفضل علي، هو دربني وأنا ما بنسى فضله علي. أنا أحمد الشربجي، والده لفايز الشربجي، لاعب بنادي المحافظة بيلعب جمباز. والله هو يعني رياضة بيحبها إجمالاً، وهو عنده لياقة كويسة، فمن خلال التمرين ورؤية المدربين له يعني اختاروا له هاي اللعبة وهو حبها ومشي فيها. طبعا كلياتنا نحن يعني عايشين الجو مع منه بالبيت كأنه نحن بالنادي، ونحن بنشجعه يعني بنحاول نعطيه جرعة قوة هيك وشجاعة مشان يستمر ويتمو متفوق. والله نحن بنتوجه بالشكر لجميع كل مين ساهم بإنجاح هذا العمل، وإنه هالولاد عم تحسن تتفوق، ونادي المحافظة قدم له منيح يعني شجعه وساعده واهتموا فيه، ف يعني هذا الشيء ساعده على إنه يتحسن ويطلع بمركز كويس الحمد لله. حيدر، بلعب نادي الجيش وبحب نادي الجمباز. اللعبة حبيتها كتير مشان أرفع رأس اسم بلادي فيها وعجبتني مشان أقوي حالي. هلأ اللي حببني بالجمباز أنه هي بتقوي وبتستفاد كتير منها، هي اللعبة الأساسية مثل ما بيقولوا الناس، إذا لعبت الجمباز بتقدر تلعب كل شيء، وكان تفاعل فيه يعني حلو. وقت لعبت البطولة بحس حالي يعني مثل أنه شيء كبير عم بلعب. كانت التدريبات كتير منيحة والحركات سهلة والمشاركة حلوة كتير. بالبداية هاي البطولة أول مرة بتصير على مستوى دمشق أنه عم نشارك كأولمبياد دمشق لانتقاء المواهب، ونسقل ونشوف شو في عنا على أرض الواقع من لاعبين بشكل عام بدمشق. فكانت المشاركة بشكل عام جيدة نسبة لخصوصية اللعبة وقلة اللاعبين وقلة المدربين القائمين على اللعبة. كان عندنا مشاركة لفئة الشباب ولفئة الناشئين من 4 أندية، كان عندنا مشاركة من نادي المحافظة ومشاركة من مشروع بكرة إلنا. بالنسبة لبكرة إلنا هي نقلة نوعية إنه شاركنا فيهم بالنسبة للأعمار الصغيرة. البطولة قائمة على الأعمار من مواليد 2002 لغاية مواليد 2005. لاعبينا اللي منسبين للمشروع مواليدهم 2008 و9 و10، فما في منافسة عادلة رح تكون بين فئة الناشئين أو الشباب مع فئة الصغار، فكانت البطولة تشجيعية لفئة الصغار.